السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكيمياء العضويه. ما تقابلناش من زمان، تقريبا بقالنا 3 شهور على اخر فيديو، فنعلن العوده بتاعتنا باستمرارنا في سلسله ميكانيزمات الكيمياء العضويه. طبعا الميكانيزمات تتخطى الالاف، فاحنا هنستمر في السلسله دي طوال فتره الصيف باذن الله. هنبدا باستفتاحيه كده مع اول ميكانيزم، وهو اعاده لميكانيزم كنا اخذناه قبل كده، اللي هو شغل التلايزين، اللي هو ربط الاستيراد ببعضها، او حتة الكوندنسيشن بتاع الاستيراد ببعضها. فده شبهه شوية ولكن في اختلاف حاجة بسيطة، عنوانه اسمه اسيتو اسيتيك استر كوندنسيشن. هنشتغل على الاستر برد، هو ده اسم التفاعل. التفاعل بيشتغل معايا بيحصل عن طريق تكاثف كاتاليست تقاعدي. الاستر بيحتوي على الفا هيدروجين اللي كنا اخدناه قبل كده، اللي هي الكربونة اللي تكون محتوية على هيدروجين واحدة على الاقل وجنبيها مجموعة كربونيل. وده بيتم على استر، طبعا الطرف التاني لازم يكون استر. ممكن التاني يكون مش محتوي على الفا هيدروجين، ممكن يحتوي على الفا هيدروجين. يعني هو بيتم ما بين اتنين استر زي ما كنا اخدنا في الكلايزن قبل كده، واحد منهم يحتوي على الفا هيدروجين، تمام. التاني بقى الاستر التاني ان انا حاطة منه اتنين، ممكن يحتوي على الفا هيدروجين، ممكن ما يحتويش على الفا هيدروجين عادي. تحسوه شبه اضل كده شوية، كان في شرط اساسي منه ان يكون عندك الفا هيدروجين في واحد من الاتنين، التاني مش شرط يكون فيه، لان واحد انا محتاجه عشان اكون بيه الكربونايون اللي كنا اخدناه قبل كده. فده الشكل العام للميكانيزم، اللي هو بيتم ما بين اتنين استر، واحد فيهم بيحتوي على الفا هيدروجين في وجود كاتاليست قاعدي اللي هو ال NaOT، لان هو ده اللي هيبدا الرياكشن بتاعي. خلونا نشوف الميكانيزم. الميكانيزم بتاعنا اول حاجه هناخد واحد من الاسترات ده اللي بيحتوي على الالفا هيدروجين. الالفا هيدروجين قلنا هي الكربونه، هي اللي بعديها مجموعه الاستر، وهي اللي بتحتوي على هيدروجين واحده على الاقل، اهي ده الهيدروجين، هو فيها ثلاثه كمان مش واحده، فاحنا عايزين واحده بس. اللي هيحصل ان هيجي ال NaOT بتاعنا اللي احنا اخدناه قبل كده، هيحصل له انقسام وهيدينا Na موجب زائد OET سالب. انا عايز السالب ده، هو ده اللي انا هشتغل بيه. الOET اللي عليه نيجاتيف تشارج هيروح يهجم وياخد لي الهيدروجينه دي، وهيطلع في هيئه إيثانول الكحول، اخد الاتش، والربطه بتاعه الهيدروجين هتسيب لي مكانها نيجاتيف تشارج، ويبقى هو ده الكربونايل اللي انا عايزه. والOET كل حاجه لسه زي ما هي بتاعه المركب الاولاني، بس فينا اهو نيجاتيف تشارج. المركب ده بنسميه كربونايون. ده بقى اللي هيبدا لي الميكانيزم بتاعي. طيب الجزء الثاني من التفاعل هو المركب الثاني اللي ممكن يحتوي على الفا هيدروجين، مش ممكن يحتوي على الفا هيدروجين عادي، المهم انه يكون نوعه استر برضو، عشان مجموعه الاستر الموجوده فيه دي هي اللي هيبدا الهجوم عليه، تمام. ولكن قبل ما التفاعل ده يدخل، احنا في الطبيعي كان ده اللي بيحصل، كنا بنخلي ده يهجم هنا ونطلع الاشاره زي ما كنا اخدنا في كلايزن. لو مش فاهم انا بقول ايه، ارجع لتفاعل كلايزن، ده كان في الطبيعي اللي احنا كنا بنعمله. النيجاتيف دي كانت هتهجم على الاستر التاني وتطلع الاشاره فوق، والاشاره تبقى نيجاتيف، فتروح تاخد او تنزل وتعمل لها دبل بوند تاني وتحولها ل اتنين كربونيل موجودين عندي. لكن الجديد هنا اللي هي حكايه الاسيتو اسيتيك، ان قبل ما ده يتفاعل، هنقول ده معلش كده نركن كده تحت شويه، قبل ما ده يدخل اللي هو الجزء الاستر التاني، في خطوه هتحصل بنسميها خطوه انتقاليه للمركب ده. ايه اللي هيحصل هنا؟ النيجاتيف تشارج دي هترجع ترتب نفسها وتعمل دبل بوند هنا، ونتيجه لكده الكربون ما تنفعش تبقى خماسيه، فهتنقل الدبل بوند او الاشاره بتاعتها هتبقى نيجاتيف فوقيها. فالشكل التاني بتاعها هيكون على هذا الشكل، تحس ان في دبل بوند هنا، وفي هنا عندك او عليها نيجاتيف، وعندي لو اسال لسه ثابته زي ما هي، كانه كده يعني تقريبا شبه تفاعل مايكل اللي هو كان بيشتغل على الالفا والبيتا انساتوريتد، الفا وبيتا انساتوريتد اللي هو الدبل بوند. فهنا الجزء لو سمينا ده البيتا عموما، هو ده اللي هيبدا الهجوم عندي على المركب التاني. كده التفاعل الانتقالي خلص معايا. نجيب بقى الجزء التاني الاستر التاني اللي كنا راكنينه، زائد بقى
نحط كل الفكره. الفرق ما بين كلايزن وما بين الاسيتو اسيتيك هي الحته الانتقاليه اللي حصلت في النص ده. الكربونيل مش هو اللي هجم، لا ده رتب نفسه وخلى نفسه في الشكل التاني. الشكل التاني بقى هو اللي هيجم على الاستر. طيب هيجم عليه ازاي؟ اول حاجه النيجاتيف تشارج دي هتنزل، فبالتالي دبل بوند دي ما عادش هتنفع، فايه هتقوم راح تهجم بقى. حصل قوه دفعه خلتها ان هي تنطلق تهجم، غير كده ما كانش الدبل بوند هترفع تهجم على حاجه، ونتيجه انها هجمت على الاستر التاني فهتخلي الاشاره بتاعتها فوق والنيجاتيف تشارج هتبقى فوق. نكتب شكل المركب بتاعنا بقى بشكل مظبوط حاليا. رقم دايما لو هتلخبط في نقل الحاجه، رقم الكربون 1 2 3 4 ونقلهم بالظبط تحتيها. فزي ما هو هجم عليها بالظبط انا هنقل بنفس الكيفيه، او عليها نيجاتيف تشارج وعندنا كان متصل بيها او اساي، ده اللي هو الجزء الاولاني، ده اللي هو الاستر الاولاني اللي كان مكانها دي كانت دبل بوند، بس هو هجم عليها فخلاص بقت او نيجاتيف. متصل بيها ايه بقى؟ المركب الثاني اللي احنا كنا عاملينه في شكل دبل بوند، هو ده اهو انا نقلته هنا، مش لما الكربونيل نزلت اهي بقت دبل بوند، اهو هو ده الجزء ده، والرابطه اللي هي دي اهي موجوده هنا اهي. طيب الرابطه ما بين ده وده اهي، هي دي الرابطه ما بين ده وده، تقلتها اكتر يعني حتى الهجوم بيحتسب رابطه. اه طيب والجزء ده، ده اول جزء منه اهو اللي هو دي اهي، وده الاو اس سايل اهي، وده الاكسجين اللي بقى عليها نيجاتيف تشارج خلاص بقى لانها هجمت عليها اهي. يبقى انا كده ترتيبي صح. لو جينا نكتبه بشكل افضل شويه هيبقى كده، او عليها نيجاتيف تشارج و الاو الثانيه مش عليها حاجه، وفي هنا او اسايل وهنا او اسايل. طبعا بديهي الاو اسايل اللي تحت دي لازم تطير، لانها زي ما دخلت وهجمت في الاول هتطير، الصوديوم لسه تستناها بره هتاخدها وتمشي تمام. فالاو نيجاتيف دي هتنزل وتعمل الدبل بند مره تانية وتقول للو اسايل دي مع السلامه، يبقى ناقص او اسايل، وهتروح تاخد مين ال ان اي الصوديوم اللي كانت لسه اصلا باقيه موجبه من فوق واحنا ما استخدمناهاش، وهيدينا الشكل النهائي اللي هو ده او اسايل. هو تيبيكال اللي عملناه في كلايزن، الطريق بس طول شويه لكن هو نفس الناتج. ايه هو الناتج؟ البيتا كيتو استر. يبقى البيتا كيتو استر كده نقدر نحضرها بمرتين، بتفاعل اسمه كلايزن وتفاعل تاني اسمه اسيتو اسيتيك استر كوندنسيشن. ايه حكايه البيتا دي؟ حدد الاستر اهو، ده الاستر، دي الالفا واللي بعديها البيتا. في الموضع بيتا في عندي مجموعه كربونيل اللي هي كيتون، مجموعه كيتون، يبقى عند الموضع بيتا في كيتون وهو اصلا استر. الفا بيتا يبقى عندي بيتا في كيتون، يبقى بيتا كيتو استر. احنا بقى بنتحكم بقى في نوعيه الاستر اللي احنا بادئين بيه. اهم حاجه الشرط الاساسي ايه؟ يكون عندي الفا هيدروجين موجوده في واحد منهم، التاني مش شرط، ممكن ميبقاش فيه اصلا يعني عادي ما تفرقش معي تمام. اتمنى يكون دي استرجاع لطيفه لينا للميكانيزمات، وهنبدا مع بعض كده واحده واحده نسترجع ميكانيزماتنا، ناخدها كنوع من التسليه، مش شرط يكون ورانا امتحانات او حاجه، وكنوع من استرجاع الذاكره مع بعض، سواء ليكو او ليا تمام. نلتقي في فيديو جديد باذن الله، مع السلامه.